السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث الحي والمباشر الذي يأتيكم بعد مباراة المنتخب الوطني والمنتخب الرأس الأخضر. الخضر يحققون انتصارا ثمينا بخماسية كاملة مقابل هدف في مباراة ودية تحضيرية، سنتحدث فيها عن التشكيلة التي اعتمدها الناخب الوطني جمال بالماضي في المباراة، سنتحدث أيضا عن خيارات الرجل وتألق حسام عوار عمورة وعديد الأسماء، وعن الظهور الأول لأمين جويري بقميص المنتخب الوطني. سنتحدث كثيرا عن هذا اللقاء من عدة جوانب تكتيكية وفنية وعن عديد الأرقام المسجلة. قبل أن نعرج للحديث طبعا عن نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023، المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات أنغولا، بوركينا فاسو وموريتانيا، كل هذا وأكثر بحضور اللاعب السابق فاروق بالقائد. أهلا وسهلا بك فاروق معنا لأول مرة في قناة الوطن. السلام عليكم، توجور ان بليزير نتلاقاو بالصحافة ديالنا وسيرتو أخ فارد اللي نحترموه بزاف، وانتوما وناصر مايسترو ولا فامي هنا يا خويا بلا ما ننساو، وإن شاء الله نجوزو وقت لاباس به إن شاء الله. ان شاء الله شكرا خاطر الفريق الوطني والليلة. ان شاء الله شكرا جزيلا لك فاروق بالقائد على تلبيه الدعوه، وكالعاده يتواجد معنا الصحفي المتالق امين نايت الاربي. اهلا وسهلا بك امين. اهلا بك عماد، تحيه طيبه للجمهور الرياضي الكريم، تحيه طيبه للضيوف، تحيه خاصه لفاروق الذي يزورنا اول مره، ناصر بويش وفريد معطر. انا رحبت بناصر بويش محل القناه ناصر بويش. اهلا وسهلا بك شيخ ناصر. مرحبا بفاروق، هو اخر مايسترو اخر هو. اكيد لا مايسترو مايسترو اكيد احد الحضور قال لك افضل رقم 6 في الجزائر. انا اللي قلت افضل وامين اللي قال انا نشاط الراي تاعو باسكو انا كنت نحب اللعب تاع فاروق، نحب نشوفه يلعب فاروق. لا كنا نتبعوه كنا صغار نتبعوه فاروق، للامانه واحد من افضل اللاعبين في وسط الميدان، وكالعاده محلل القناه محلل البرنامج ايضا ملح البرنامج فريد مطاوي. اهلا وسهلا بك. الله يخليك عماد. اليوم قائد الجوق. اليوم احنا محظوظين بتواجد فاروق بيننا، هو اليوم عريس عريس السهره للسهره. أقول يا عماد، الودية قسنطينة فزنا يعني بالأداء والنتيجة، كانت ودية وحققنا الفوز. هناك مباراة بعيدة عن الود وبعيدة عن كل هذه الأمور، مباراة العمر بفلسطين يا عماد. صحيح. نتمناها خماسية أيضا لأبنائنا، لأبناء أولى القبلتين وثالث الحرمين فلسطين الأبية. لما لا 5000 إن شاء الله فريد معطاوي. إذن قبل البداية لا بأس أن أذكر بأهداف المباراة، أهداف المنتخب الوطني في مواجهة الرأس الأخضر. الهدف الأول بأقدام عمورة الذي افتتح باب التسجيل عند الدقيقة 12 بعدما استغل إسليماني خطأ من حارس الرأس الأخضر، قبل أن يضيف حسام عوار هدفا ثانيا في الدقيقة 38 بطريقة مميزة، ليعود نفس اللاعب مسجلا هدفه الشخصي الثاني وهدف المنتخب الثالث في شباك الرأس الأخضر برأسية محكمة. زروقي أيضا يسجل الرابع بتسديدة قوية قبل أن يختتم مهرجان الأهداف إسلام سليماني بركلة جزاء في الدقيقة 88. نصر بويش، قبل الحديث عن الأهداف نتحدث أولا عن التشكيلة التي لعب بها جمال بالماضي. الكثيرون تفاجؤوا ربما، كانوا ينتظرون البدلاء في مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر، لكن بالماضي تقريبا أشرك 70 إلى 80% من التشكيل الأساسي في لقاء اليوم. نظن انه لما شفت التشكيله انا كانت تشكيله مثاليه يعني بكل صراحه، والله لين دو كات لعبنا 4-1 4-1، هذا الشيء اللي عجبني كثير من جانب الناخب الوطني. تكتيكيا كنا في المستوى، انتشار جد ممتاز، كنا تكلمنا شاك فوا، نتكلموا على حسام عوار، نتكلموا على امين جويري الاول لقاء تاعو، نشوفوا الاضافه اللي جابوا هاد اللاعبين الخبره. سمعت الناخب الوطني قال لك ان هاد اللاعبين ما نقدرش نتكلموا عليهم لانه التكوين تاعهم، شفنا لاعبين مستوى عالمي في الانتشار في التحركات تاعهم، شفنا كيفيه تسجيل الهدف الاول تاع حسام عوار بعد كره طويله، كيفاش عرف يروح في العمق في لا فيرتيكاليتي كيما نقولوا، راح في العمق في لا بروفوندور، كيفاش لو بال غارديان. لكن بصفه عامه شفنا ايجابيات كثير. انا ربما كنت نهضر مع فريد قبل الحصه انه اول مره شفت منتخب تاعنا يلعب بهذه الكيفيه منذ
مده طويله. اول مره وين سجلنا 5 اهداف، شفنا فاريتي في اللعب منذ لقاء غانا تحضيري لكاس امم افريقيا 2021 ما سجلناش نتيجه اكثر من 3 اهداف. نتيجه ربما كانت تقدر تكون نتيجه 6 7 8 اهداف اليوم. شفنا اشياء كثيره، جويري ضيع، سليماني ضيع، لا شفنا من كيفيه اللعب، تحركات الانتشار، التمركز، كيفيه الخروج من الكره دفاعيا في المستوى. رامي يؤكد انه لاعب محوري حقيقه. انا كنت في المنتخب الوطني، في المنتخب لاعب محوري يعني ما عندوش مشكله. طوبى اليوم كان في المستوى حتى ربما لازم يزيد شويه. يوسف عطال عادي لمستواه، عطال اختبر كثيرا مقارنه ب امين زروقي، لعب تقريبا وحده في وسط الميدان وسيطر على وسط الميدان، خرج كرات نظيفه، سجل هدف، صب روحه في حاله هجوميه. لا شفنا اشياء كثيره اليوم، نظن العلامه الكامله للمنتخب تاعنا. والاهم هو انه لعب لي انا اليوم ابهرني، وكنت كل يوم نتكلم ربما كنا نقولوا ستان جوكر راح يقعد جوكر، لكن اليوم والتحسن تاعو لقاء بعد لقاء هو عمور. امين عمور، محمد امين عمور اللي دار اللقاء، نجم اللقاء، دار كل شيء، مد كرات، مد اسيست، سجل هدف، واحد ضد واحد كان اخر، في السرعه في اللعب، هذه هي كره القدم الحديثه، وربي يسهلوا في مشوار ان شاء الله بهذا العمل ان شاء الله. نصر بوش فاروق، كيف هي قراءتك الفنيه للتشكيله التي دخل بها بالماضي، والرسم التكتيكي ايضا الذي خالف تقريبا حسب رايي كل التوقعات، تشكيله هجوميه بامتياز؟ انا نقول اليوم اولا اليوم ما نزيدوش نخافوا على الفريق الوطني. احنا عندنا فريق وين جامل بالماضي دارنا فريق، كيكون عندك لاعبين بالمستوى هذا اللي رانا نشوفهم في الفريق الوطني، الناخب عنده بزاف حلول يلعب بهم طريقات سا ديبون لادفيرسير. دي فوا كي ما يكونش عندك لا كاليتي في ليكيب تو بو با اشاك فوا سي لا ميم شوز كدا، مي اون فوا عندك كاليتي جوار كيما هذوما الناخب يكون ترونكيل، يقرا الخصم ويحط الخطه ديالو بلاعبين كيما هذو. اليوم شفنا براسك اول مره وين لعبنا بوكو بلوس هجوميا صحيح، افيك زروقي اللي كان هو لو سنتينال افيك لي كات قدام محرز محرز وكويري عوار اي عمورة إيه اسلام سليماني. وشفنا خط دفاع نقدر نقول لك اليوم ما كانش علينا، ما اختبروش كثير، ما اختبرناش كثير، ما ننساوش بلي الفريق هذا لاباس بها، عنده لاعبين يخرج بالكره بسلاسه من الدفاع وعندهم لاعبين بسرعه وكذا. احنا الفريق الوطني اليوم كان حاضر الاز في سيغ تيرا بالحضور تاع كويري اللي بالك مد واحد لا سيكيوريتي او ميليو تيرا ولا اون اتاك، بلي كي يكون عندك لاعب كيما هذاك ما تخافش. كنا دائما عندنا محرز، اللاعب يكون على محرز. اليوم عندك حسام عوار، عندك امين كويري، وعندك عموره اللي خرج كيما يقول لك اللي سي كراسا جمال بالماضي حب ولا كره، باسكو لاعب كيما هذا فاروق تشوف انه عطالو الفرصه في الوقت المناسب لاعب مثل عموره. ما نسناش اليوم عطالو الفرصه، لو جور اللي جابوا فيها عطالو فرصه، جابوا فريق في بطوله. الكثير انتقد بالماضي، قال لك لماذا لم يشرك اللاعب في كاس افريقيا، هذاك كانت هناك حديث جابوهم شامبيون سويس كذا وين بطوله ما نسمعوش بها، بطوله ضعيفه، وجمال خلاه صافي 2-3 سنين هو في الفريق هذايا. اليوم راح تكون ان شاء الله تكون عنده المكانه ديالو، وداها بعرقه وبلو ترافاي ديالو. شوفوا وهذا اللاعب هذا نو عندنا، انا ما نقولكش هو الافضل باسكو افضل من بالليلي مثلا في هذه الفتره، لا في هذه الفتره اكيد راهو افضل بليلي. مي حنا توجور يوتيل قد ما يكونوا عندنا لاعبين ممتازين، حنا ماذا بينا نعاودو نشوفو لو فري، باسكو كان تشوف لو فري بالليلي سي اوتر شوز. لو فري بالليلي بالك نقولو ما نسحقو حتى نوتر جوار، نخلو غير يوسف هذاك لو كولوار ديالو. ان بليلي اللي شفناه كوب دافريك وابخي كوب دافريك سيتي لان دي ميور اون افريك، مالوريزمون سي ان جوار اللي كان يلعب لهنا وكان كان في اوروبا بالك كان حيقدر يمد لنا اكثر. من يوم نتسناو عندنا لاعبين، وعندنا لاعبين اللي ما جاوش، وعندنا لاعبين اللي كانوا في الدكه. اليوم نقولوا للفريق ديالنا يخليوه يخدم برك، ويخلوا الناخب يخدم، ولي ريزيطا يجيو، باسكو عبالك اون فوا الجروب سي كوم اون فامي. هذوك راهم عايشين صحيح، راهم عايشين مع مدرب مع طاقم مع لاعبين، هما يحسوا بالمنتخب. حنا ولا بدينا نكسروا فيه المنتخب ما يافونسي، خلينا جايه كيما يقول لك كاس افريقيا
نروحوا باش كيما يقول لك نجيبوها نفرحوا كاع، ماشي حيفرح بالماضي صحيح ولا صحيح. غير محرز نفرحوا كاع. احنا نوقفوا دون دو تروا موا كدايا هادوما، رانا خليه جانب الماضي ويخدم. انا نشوف اللاعبين دوكايا نولوا سنوات ما كانش اللاعب اللي يلعب في اوروبا واللي زايد لاعبين صنف اول واللي زايد في اوروبا باش يجيك للجزائر سي ان بو ديفيسيل. واش حنا باش جاونا لي على ليبوك لي بن عربيه وكذا سي سيتي واللي مي دوكا الحمد لله البيبان محلولين ومازال لاعبين كبار يقدروا يكونوا في الفريق الوطني وان شاء الله. وانا شفنا قلت لك كي تشوفها عمورا ولا تشوف تما بالماضي اميلونج ما ملي جوا اسلام خرج منا، عمورا خرج من الجزائر، عطال خرج من الجزائر، رامي بن سبعيني وكاينين بزاف يا خو. هذا هو وان شاء الله كيكون حنا قال لك ينتقدوه اشاك فوا لو جوار لوكال وكذا. وحنا من جهه نقولوا ما عندنا شامبيون ما عندناش لي جوا تما انتوما جوست اتاكي بالماضي اللي الناس راهي دير بالبلدي علاش كذا. هو راه يمد هو كيكون غدوه يعاود يولي بن عمري يولي الاخر ديالو ان شاء الله يكون ولا بلايلي يوسف. خلوا الفريق اللي شفنا فريق لاباس، شفنا في المقابله تاع السنغال شفنا لو ريزلتا، اليوم شفنا خلوا الفريق هذا شفنا كل شيء تقريبا في مباراه. مازال عندنا مقابله دون 3 4 جور كونت مصر ان شاء الله نشوفوا عنده خيارات. يفو با نتقلقوا نبداو لي كريتيك لي كريتيك. عندنا فريق نقدروا نفوزوا كما نقدروا نتعادلوا ولا نهزموا كونت مصر، مي خلوا الفريق هذا راه جاي وعندنا لاعبين مصابين راح يكونوا ان شاء الله. احنا نتمنوا غير الخير. احنا ما نقولوا علاش دا هذا، هو الناخب هو يعرف. انا كي نكون في بلاصتو ندير واش، ماشي يجي يقول لي اكس وي. هو على باله واش يدي، هو نهار راح جاب كوب دافريك جابها ابخي صرا رحنا إليميني في برومي تور كوب دافريك ابخي خرجنا من كاس العالم. انا نقول ما نخلطوهاش هذيك، لحقنا وين لعبنا اليز رحنا جبنا ربحنا في الاكستيريور كولومبيا وصرا لنا هنا الماتش تاع الكامرون ماتش ديالو سي ربي كتب لنا مات لي مقتاش ماركاو لنا هذيك رجعوها له انسان هذا شغل قلب رجعوا هذا منين جا هذا لم يفعل شيء الا دوكا رانا عاوده ولات. انا بدي نشوف باسكو ليكيب هذيك شغل ضروهم الكريتيك. هذا المدرب عايش معاهم، تاكي واحد يكريتي لك باباك ولا. انا نقول لك اللاعبين هذوما كاين لاعب جمال يحبوه غدوه يتوشى جمال يتوشى ولي جوا تما ما نروحوا لهذي دوك. لازم نتبعوا احنا ماش نقولوا جمال بالماضي هذا لازم يدير واش يحب نو. أنا جمال بالماضي كي غلط في المعقول نرجع في الجانب الفني بارك الله. بس ما نروحوش وين علاش ماشي هذا علاش اصطاد وعلاش هذا سيدي فيتيليتي. وحنا قلت لك انا اليوم شفنا الملعب كاع جمال بالماضي جمال بالماضي صافي بليزير هذا. وحنا الفوتبول سي الجمهور واللاعبين وكذا. احنا الهضره هذو تاع الاداء تاع اليوم وفي تحسن مستمر لازم نقولها بكل صراحه. والمقابله اللي قبلنا انا واش عجبني الشباب هاد الشباب هذاك سواء حسام عوار سام قويري عموره شفنا دم جديد زروقي مازال بن ناصر ان شاء الله. لا بن ناصر لا كون زيد بن ناصر وربما كما قال لك فاروق العروسي ايتنوري نظن ان المستوى تاعنا ان شاء الله راح يكون يزيد يعلى ان شاء الله. واضح ناصر بوش. فاروق تحدث على امور جميله جدا راح نعود لها من الجانب الفني. نتنقلوا لفريق الصحفيين امين، ارقام كثيره تحققت في مباراه اليوم. نعم أكيد زميلي عماد، منذ جونفي 2022 لم يسجل المنتخب الجزائري أكثر من 3 أهداف، وما يؤكد أن التشكيلة التي دخل بها جمال بالماضي اليوم هي تشكيلة هجومية بامتياز. حتى اللاعبين الذين وضع فيهم الثقة في صورة عمورة وقويري الذي صنع اللعب هي يعني لم يخيبوه. عمورة كان من بين أفضل اللاعبين، سجل قدم تمريرات حاسمة. هذا ما يؤكد أن في هذا الرواق ستكون هناك منافسة كبيرة. حتى مع عودة يوسف بليلي لن تكون الأمور سهلة بالنسبة ليوسف بالماضي. عماد وظف قويري أمين قويري هو اللاعب رقم 80 الذي وظفه بالماضي منذ قدومه على رأس العارضة الفنية. بالماضي قام كعمل، يجب القول أن بالماضي هو الآخر قام بعمل كبير في يعني إقناع اللاعبين على تقمص ألوان المنتخب الوطني. طيلة خمس سنوات استدعى 94 لاعب. عماد هو رقم كبير جدا، وأمين قويري هو اللاعب رقم 80 الذي يلعب في صفوف المنتخب الجزائري. أظن أن الخلاصة من مباراة اليوم هو أن الناخب الوطني جمال بالماضي اكتسب الكثير من الخيارات في مباراة اليوم. ظهر لاعبون قادرون على تقديم الإضافة. قالوا لي بالماضي نحن هنا من أجل التشكيلة الأساسية، ونحن هنا من أجل
كأس أمم إفريقيا 2023. فريد، نتيجة مرضية، 5 أهداف كاملة، عدة نقاط إيجابية سجلت اليوم، ما الذي ربما يبعث للاهتمام أكثر في هذه المباراة وهذه النتيجة؟ شوف، أول شيء يا عباد هو الفوز 36 لجمال بلماضي على رأس المنتخب الوطني. من مجموعة 56 مباراة فاز اليوم 36 مباراة. ثاني ملاحظة، أنا أعطيك ملاحظات عامة ثم يعني ندخل في التفاصيل. أعوذ بتحليل. ثاني ملاحظة، لأول مرة منذ ربما فترة طويلة لعبنا على أرضية تصلح لممارسة كرة القدم، ملعب 17 جوان في قسنطينة، والنتيجة خماسية. كانت حلة جميلة، لأول مرة أيضا أشاهد ملعب في يعني في كرة القدم يتمتع بإضاءة على الشكل الأوروبية. اليوم ملعب 17 جوان كان بتلك الجودة من حيث قوة الإضاءة على أرضية الميدان، والكل لاحظ هذا التفصيل. يعني ملاحظة ثالثة، عوار أول هدف لهذا اللاعب الذي عاد من بعيد واحتضنه المنتخب الوطني بعد أن خاض مباراة يعني تحت سيطرة ديدي ديشون. محرز يا عماد، لم نتحدث عنه كثيرا، محرز بتمريرات، واليوم يثبت بأنه يعني حط بأرقام قياسية في التمريرات الحاسمة مع المنتخب الوطني. يصعب على أي لاعب يأتي بعد محرز أن يحقق هذه الأرقام في التمريرات الحاسمة. ملاحظة أخرى، سليماني رفع عداده التهديفي كأحسن لاعب تاريخي في التسجيل مع المنتخب الوطني. جويري وعوار، هذا الثنائي الذي انتظره بالماضي على مدار 4 سنوات عندما تحصل على اللاعب الثاني اللي هو جويري، اتضح. أنا أتذكر سعدان عندما أتينا بمدح لحسن، سعدان قال هذا اللاعب هو الذي يضفي على المنتخب الوطني تلك القيمة المضافة العالمية في مستوى الأداء على المنتخب الوطني ككل. اليوم لاحظنا جويري وعوار أعطى هذا الثنائي يعني أريحية كبيرة للمنتخب الوطني. أتوقف أيضا عند آخر مباراة خذها جمال بالماضي مع السنغال، لاحظنا أن تشكيلة اليوم غير فيها 5 لاعبين في التشكيل الأساسي مقارنة بالتشكيل الذي خاض به مباراة السنغال. ربما ملاحظة أخرى للذي يتحدث على الخماسية التي عدنا إليها بعد فترة طويلة، أذكرك بأن ربما في 3 سنوات 4 سنوات الأخيرة منتخب الرأس الأخضر لم ينهزم بهذا العدد الكبير، والرأس يعني الرأس الأخضر أيضا انهزم في العامين الأخيرين في 4 مباريات، كان ضد الطوغو بثلاثية لـ2، كانت مع سيراليون بثنائية نظيفة، كانت مع الإكواتور بهدف يتيم، وكانت مع بوركينا فاسو بهدفين نظيفين. لم يسبق للرأس الأخضر أن تلقى هذه الصفعة بالخماسية. آخر ملاحظة، أنا أريد أن أتحدث على إبراهيمي. هل شاهدت اليوم إبراهيمي كيف كان رجل المباراة؟ هل شاهدت اليوم الذين كانوا يرفعون؟ لكن أنت انتقدتنا كثير لما تحدثنا على إبراهيمي في الحصة السابقة. أنا أريد أن أستحضر إبراهيمي اليوم في النقاش، للذي يعني يفعل كالنعامة اليوم ولا يتحدث على إبراهيمي. أريد أن يحدثوننا على إبراهيمي. رأيتم عمورة اليوم؟ هل أنسان عمورة في ذلك المشكل في ذلك المنصب اليوم؟ كان رجل المباراة دون منازع حسب اعتقادي. لذلك أنا لست ضد إبراهيمي. إبراهيمي قدم الكثير للمنتخب الوطني وهو لاعب محترم، ويجب أن عندما نذكر إبراهيمي نحترم كل الذي يعني مر على المنتخب الوطني. أنا أتحدث على الذين أرادوا أن يصنعوا من إبراهيمي مشكلة قبل هذا التربص وهذا اللقاء. أنا رأيت اليوم بديل لإبراهيمي لاعب شاب صغير يتمتع بكل تلك الشحنة التي نطالبها باللاعبين في ذلك المنصب. أنسانا في إبراهيمي، وأنسانا حتى في بليلي الذي ننتظره أن يعود. اليوم عمورة لو يخوض كل تلك المباريات مثل المستوى الذي قدمه اليوم والمستوى الذي قدمه أمام ليفربول، أنا أظن بأن عمورة لن يتزعزع من ذلك المنصب، اللهم إلا إذا تعرض إلى إصابة، ولا أتمنى للرجل يعني ذلك. لذلك أنا أقول بأن هذا الناخب عندما رأى ذلك المنحة التصاعدي لهذا اللاعب
والذي طلبه الكثير في كأس إفريقيا الأخيرة بإشراكه عمورا لم يكن يتمتع بما نشاهده اليوم. أنا تحدثت مع ناصر منذ قليل في الكواليس وتأكد بأن أحسن لاعب جزائري يعني يقوم بعمل جبار على المستوى البدني وعلى كل المستويات ويقوم بهذا التطور الرهيب اسمه عمورا. لذلك دعوا الرجل يعمل عندما رأى بأن عمورا يستحق اليوم مكانة أساسية أعطاه ذلك المنصب. أنا قلت لك في الحصة الماضية كيف نتناسى الحديث على عمورا وعلى بشير بلومي ونتحدث على الذي لم يستدعى سواء البراهيمي أو سعيود أو ما إلى ذلك. القدم الحديثة كيما يلعب عمورا تهاجم وتدافع في نصف الوقت بهذه الكيفية وبهذه السرعة هو جاهز وكيش نقوله ديسبونيب في كل وقت في اللقاء. كرة قدم هذه هي اليوم. قلت لك مع أمين في الحصة الماضية قلت اليوم إذا ما كنتش تتمتع بإياقة بدنية عالية كما شفنا اليوم والمثال مثال اليوم هذا عمورة شفنا كيش يدافع كيش يهاجم واحد ضد واحد. نصر بويش بالماضي وظف للأمانة وظف عمورة في كثير من المناصب يعني يشركه في بعض المباريات يعني شيئا فشيئا إلى أن وجد هذا المنصب. كان يوظفه كجوكر. أنا حدثتك في عدد من الحصص الماضية وقلت لك انتظر عمورة في ذلك المنصب كما قلت لك أيضا انتظر أدم الناس في ذلك المنصب. الرجل يفكر 24 ساعة في اللاعبين المتاحين أمامه وعندما يفكر في هذه المناصب وفي تغيير هذه المناصب يفكر بهذه الطريقة. عندما يجد عمورة جاهز لإشراكه كأساسي رأينا اليوم ماذا فعل بعمورة. عمورة اليوم أول مرة لعب على الرواق يعني لازم شاك فوا يدخلوا جمال يدخلوا في بعض المناصب في بنانات لكن جربوا في منصب كثير. لاعب كيما عمورة ما يقدرش يلعب ظهر لاعب كيما نقولوا دو بوت كيما نقولوا لازم يلعب في الرواق لأنه لازم له مسافات لازم يمشي من بعيد. نظن راح يكون أخطر وأحسن وربما لو كان بهذا المستوى إن شاء الله يزيد مستوى تاعه يقدر يكون نجم من نجوم كأس إفريقيا اللي راه جاي. أشدتم كثيرا بعمورة. لا نهضروا عليك أن رجل اللقاء لازم نقولوا بكل صحة اليوم رجل اللقاء هو عمورة. باش يعني أكمل هذه الملاحظات كل هذا يا عماد بهذه النتيجة وبهذا الأداء وبهذا التشكيل الجديد للمنتخب الوطني ما يزال غياب ركيزة من ركائز المنتخب اسمه بن ناصر. ما يزال لاعب يعني يمتلك قيمة كبيرة في المنتخب اسمه بن طالب. ما يزال غائب لاعب يمتلك قدرات كبيرة غاب اليوم بداعي الإصابة اسمه أيت نوري. يعني كل هذه الأمور وكل ما شاهدناه وما زال أيضا والعروسي يعني وأدموا الناس مثل ما قال فاروق. يعني تخيل بكل هذا الأداء وبكل هذه المفاتيح اليوم جمال بالماضي يعني غابت عن تشكيلة بعض الأسماء يعني لننتظر نهائيات كأس أمم إفريقيا ونسترجع الكثير من هؤلاء. أنا متأكد بأننا سوف لن نكون يعني لقمة سائغة في نهائيات كأس إفريقيا. سوف نكون مرة أخرى بعبع في إفريقيا يعني. إن شاء الله فريد أنتم شفتم كثيرا بعمورة وكان للناخب الوطني جمال بالماضي رأي بخصوص هذا اللاعب رفقة أمين قويري وحسام عوار. نستمع لما قاله بالماضي في ندوة الصحفية بعد المباراة. On va parler de la production de l'équipe dans son ensemble, collectivement déjà. C'est sûr qu'avec certains joueurs dotés d'un certain niveau technique et de compréhension de jeu et des situations, les choses deviennent un petit peu plus faciles. Quand on voit un petit peu la qualité technique d'un Amin Gouiri, quand on voit l'intelligence d'un Oussem Aouar avec savoir se projeter comme ça dans des courses et aller dans la surface de réparation, au bon moment, au bon timing, ça c'est des choses qui ne s'apprend pas, ou bien qui s'apprend quand on est jeune, en tous les cas. Donc ça donne beaucoup plus de variété à notre jeu, comme tu as pu le dire. On rajoute à ça un Amoura des grands jours, en tous les cas, il est dans une forme étincelante, mashallah, depuis un certain temps. Ce n'est que la confirmation de ce qu'il produit déjà en club et ce qu'il a déjà produit aussi en équipe nationale. Il a des statistiques incroyables. Hein. Il est quasiment, à chaque fois qu'il joue, c'est soit il démarre, soit il rentre. Il est aussi important. Il est toujours dans les productifs, marque des buts. En plus de ça, il apporte, comme tu as pu dire, cette capacité à prendre les espaces non négligeables. Aujourd'hui,
Dans le football moderne, la verticalité est essentielle. On ne peut pas seulement jouer dans les pieds, même avec la qualité technique que l'on peut avoir et combinaison, tout ça. Mais à un moment donné aussi, quand on voit un bloc qui est haut, quand on voit la capacité à prendre ces espaces-là, et pas seulement quand le ballon le met dans les espaces ou dans la profondeur, même dans les pieds, il est capable d'aller percuter, d'aller faire mal. On a un peu discuté là-dessus encore hier, où je vous disais faut profiter de cette énorme cadeau que tu as fait le Allah, à savoir ta capacité. Non, vous êtes parti les chercher. Non. Bah, il faut rendre à César ce qu'il a. J'ai fait, on a fait, parce que je ne suis pas tout seul, on a fait notre travail tous ensemble pour l'intérêt du pays avec vous parlez des nouveaux joueurs. كانت هذه تصريحات الناخب الوطني جمال بالماضي. فاروق تشوف انه بالماضي ركز على عمورة على جويري وعلى حسام عوار، وضع يده على الثلاثي المتألق في هذه المباراة كل على حدة، وصف ربما كل لاعب بإمكانية كبيرة يملكها اليوم المنتخب الوطني. هو تكلم على هذا الثلاثي، هو بولوي سي دي براسك دي نوفو جوار، مام عمورة الناس دايرينوه لاعب اللي لاعب احتياطي، لاعب جوكر اللي تما في توجور ميليو مع عمورة. سيتي كما يقول لك لا ريفيلاسيون، اليوم شفنا عمورة واش راه يؤدي، هو ما حنا ما نشوفو مي عمورة في الفريق ديالو راه احسن لاعب في الفريق ديالو، في الفريق اللي يلعب فيه سان جيلواز، راهو من احسن لاعبين تما، ماهوش في هذه البلاصه ما داهاش باسكو اوراق دا وخدم كدا، وجمال بالماضي راهو يتبع، راه ماهوش يسنى قال عندي بالرحمه يلعب في وست هام وهذا يلعب في ان شامبيون شويه ما يلعب، نو راهو يشوف بلي هذا اللاعب راهو يتطور. سي بور سا جمال تكل عليه كما قال لك خويا مقبلات فريد، قال لك يهضروا على ابراهيمي، اللي ابراهيمي سيتي ان كرون شوار، ونساو باش يهضروا على عموره. نورمالمون نعطاك نروح انا باش نلقى عموره اللي تبع، وي قال عموره هذايا الناخب هذا لازم يكون اساسي وكذا، نو ما عليناش اليوم هضر عليه ولعبوا يهضر عليه. جمال بالماضي تما هذا اللاعب الناس دوكا كاع شافت، اللي ما يعرفش بالون يعرف بالون، شاف بلي هذا اللاعب اليوم سيتي لو ميور ابخي عوار و غويري. سي لادابتاسيون ديالهم باكي كول باسكو سي دي غران جوار كونوا مع بعض، سي دي غران لو بيت لي ماركاه حسام عوار كيفاش خدا البالون، لا البالون باسكو ان جوار يستنى عباك يستنى البالون يطيح يدير ويدير، نو هو داها هكذا داها بلاكويز ديالو، دا البالون هكذا باش الجوار هذاك اوكي شونس باسكو لو كان خلى البالون يطيح غير يحط رجلو الجوار يونتيسيبي له يديها له، مي هو كاش داه خلاها هكذا دار روحه هكذا خلاها ضربت هكذا طيحها، سي ان جيست تاع ان جوار دو هو نيفو صحيح، ابخي لو جيست تاع لو بوت سي اللوب هذاك واش لازم تما ان جوار ان جوار كيما هذا ما تروحش دير له ما باش سي لي ني كوم سا. دوكا جمال بالماضي بالعامية راه واجد يلعب في المنتخب دوكا ابخي سي جمال بالماضي كيفاش تقدر تتعامل مع ان كرون جوار كيما هذا، عوار في لي كلوب ديالو كان لاستار، في ليون كان سيتي لاستار لاستار في ليون، مي فراو فريق الوطني تشوف عوار كيفاش الفرحه ديالو كيفاش يجري عند عموره كيما سجل الهدف، رجعوا خلاص ده في بضعه ايام مقتشى تربصين تربصين وغاب التربص الاخير. شوف كيفاش الجمال بالماضي وكيفاش ولا تشوف اليوم قويري سي باراي قويري، شفنا قويري لعب بلوز الاز، لعب شفنا يلعب مع عموره يلعب مع عطال يلعب كذا، اليوم الفريق هذايا انا نشوفه باللي راهو في تطور، الناس حبت تقتلوا هذا الفريق، اليوم عاود حياه جمال بالماضي بالشخصيه ديالو بلا فورس ديالو هذيك، سينو ناخب كيما هذا واش بلي زاتاك اللي راهم عليه يقدر يفشل في الانتدابات، احنا نقولوا انتدابات هادو اللاعبين هادوما، شغل انت راح تنتدب لاعبين في زعما فريق راح باش يجيب سي باك ثالث، هو هكذا عمل مي ماشي ما شراش لي جوار هاد، كانت عنده هذيك الشجاعه باش هذاك اللاعب يقول له كذا ارواح وقنعوا وقنعهم باش قنع انت عوار وقويري وايت نوري ولا نو سي سيدي فاروق. كاين جماعه درك تخرج لك تقول لك منتخب الراس الاخضر منتخب كان منتخب ضعيف إيه. انا 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 انا, أنا لعبت بالون ما كانش راس اخضر ولا راس اصفر، والسينيغال شكون راس شكون؟ على السينيغال هذا راس الاخضر راحت المغرب معليش فريد اخ فريد يحق اوقع علاش نخلوها في الراس اخضر، قال غير راس اخضر
au Sénégal. C'est le champion. C'est l'un des meilleurs effectifs en Afrique. Il ne faut pas نطيحوا المعنويات اليوم. هذا الفريق مش حنرجعوه اليوم خلاص. قال ما احنا ما رجعوش البحث اليوم. مي عندنا فريق اللي نتكلوا عليه وعندنا لاعبين اللي راهم يتطوروا دوك. هذا عمورا بهذا اليوم باللي بوان تاع اليوم راح تشوفها نوطر عمورا باذن الله. باسكو ياخذ ثقه قدام لاعبين كبار. ما راهو في مي اليوم راهو قدام اي راهو قدام قويري حسام عوار واسمو محرز. هادو لاعبين كبار باش انت لاعب تكون ان جون اللي الناس مسكين ما طاولوش القيمه ديالو. تحبوا لك راسي جمال بالماضي كان قادر يكون كون ما يستدعيش واحد ما يروح يخبط في الطابله. علاش ما علاش ما جبتش عموره؟ زين نعطيك راي زين نعطيك جمال بالماضي توجور عموره يكون في زين نعطيك راي من راي الجماعه اللي قالوا اللي ممكن يقولوا اليوم انه يقولوا يقول لك بالماضي ومفلس تكتيكيا لكن اليوم بالماضي لعب بطريقه مغايره عطاك طريقه لعب جديده نهج تكتيكي جديد رسم تكتيكي جديد. ليا قول على هذو لهم يهضروا شوف شوف هذه فوز ديالو واش تقول على هذا على هذا صح جمال بالما اسمح لي ناصر جمال ريبوند على هذو ما انا على بالي بلي ان خب عنده 1000 تكتيك في راسه وكيحب يقعد بانسر تكتيك يقعد شوف. انا شوفوا كي نهضروا بالون ريال دو مدريد 20 سنه وما يدو كوب دوروف بزيدان وكذا يلعبوا توجور لو 4 3 3 افيك لي 3 ميليو تيرا ما تبدلوش كاع ولي 3 زاتاكو ما تبدلوش ماشي جامي بدل مي يدي كل عام يدي لا شامبيونز ليغ ويدي وكذا طرماك. كل مدرب كاين مدرب اللي يعتمد على خطه واحده كاين مدرب نهار لازم يشوف يبدل يغير ماشي انت يا اسمح لي افيك تو مي ريسبي للصحفيين باسكو الصحفيين هما لما يروحوا لا كونفيرونس ماشي سيبورتر ما عادش يجوا ياك خويا فارس هما لي بوزيو لي كاسيون انا نهضر على تما صحافي انت كي تروح تبوزي ما باليش دي فوا كيفاش تروح تبوزي له باش تاتاكيه ولا انت عندك نظره قريت كذا شغل نو خليه هو مدرب ليكيب ديالو يحب يلعب توجور بلا ميم تاكتيك يلعب عنده ان ادفيرسير اليوم حب يسير المهم النتائج المهم تكون كاينه النتائج وبعدها تشوف النتائج والاداء دي فوا يكون الاداء وما تكونش النتيجه معليش انت تشوف اداء مليح ماشي لازم كاين كره قدم حديثه اليوم فلا تقدر كون تقدر كون تلعب المنتخب المغربي مثلا طيله كاس كاس العالم ما لعبش كره قدم يعني جميله لكنه وصل لا لا بصح لعب طريقه عنده طريقه لعب بها نجح بها ماشي كان يلعبها كاع نو لعب بطريقه لا لا شفنا الفريق المغربي وين ادى مقابلات لاباس بهم مع نصر نصر فرق عالميه نعاودوا كاب فير هادو راس الاخضر هذا اكيد تعادل مع المغرب 0 في 0 في الرباط لا فريد عطاك احصائيات عطاك احصائيات لا باش نزيد نقول لك هدايا متاهل للكانا باش نقول لك متاهل صح اليوم باللاعبين اللي عندك عوار قويري جمال شفنا كيفاش لعب اوفونسيفمون هجوميا لعب بزروقي وبخمسه من مهاجمين تقريبا سته كنا كما قلت ناتاكيو بخمسه سته سبعه في بعض الاحيان كان كثافه عدديه في لا كثافه لا باش تشوف منطقه الخصم كثافه حتى ولو سي فري لما يكون عندك لاعبين مستوى كيما عوار ولا قويري اللي كيما قويري يلعب في مساحات صغيره يلعب كيما تحب عنده اون فاريتي في لو جو تاعو يسهل لك اي اسلوب ولا ديسبوزيتيف تاكتيك تحب تلعب به يسهله لك هذا هو الاهم اليوم نقولوا اليوم انه كان كاين فرق كبير في المستوى تاع اللعب بين فريق تاع الراس الاخضر والمنتخب تاعنا حنا نقعدوا على المنتخب تاعنا اداء اليوم عالمي كان اقوى بكثير حتى ولو ربما في الشوط الثاني ما شفناش ربما الريت ما هبط وكذا خلينا نقدروا اليوم نقولوا انه بعض اللاعبين الجدد الذين اتوا الى المنتخب الوطني منحوا حلول تكتيكيه جديده للمنتخب الوطني خلوه أكيد. حر يعني في تنويع طريقه اللعب في العمل على الشق الهجومي انا واش عجبني في جمال اليوم اسلوب لعبه كاش لعب هجوميا 100% 100% هذا هو الاهم علاش عارف كيفاش يستعمل اللاعبين اللي عنده لما يكون عندك تكتيكيا حسام عوض تكتيكيا كما قال لك فاروق كيفية تسجيل الهدف الاول كيفاش طلب الكره كيفاش ادى الكره قويلي كيفاش يلعب في المساحات الصغيره تقول انت ربما عنده هذا 10 لقاءات و20 لقاء كانوا جوج اوتوماتيك هذو اللاعبين زوج قويلي وحسام عوار عندك لاعبين صانعين لعب ومن طوسي هدافين انكويري اللي الناس جات كانت تقول لك سيتي ان افونسونت رقم 9 راح يكون هو اللي يلعب 9 ونص يلعب 9 ونص شفناه اليوم شفناه رقم هو كان 10 تقريبا رقم 10 هو كان يدير لا يعني يلعب وراء اسلام سليماني وراء اسلام سليماني هو في ناس في ذهن الناس باللي هذا اللاعب راح يكون هو راس الحربه
ومام حسام عوار اللي شفناه في المنطقة 18 شفناه شحال من خطرة وسجل هدفين. مي اروع ما يكون عندنا بزاف ما شفناش لي ميليو تيراي ماركيو. نقولها بكل صراحه الحمد لله الحمد لله. اسمعني امين الحمد لله اليوم عندنا لاعبين مثل هذا لازم نقولوا بكل صراحه. لاعبين كيما عوار كيما كويري اللي حياتك حلول كثيره. تلعب ربما كيما قال لك فاروق راك تلعب مع منتخبات اللي ربما تعرف الدافع تعرف اليوم والله غير عندك حلول. لاميرا ديفونس اي لاطاك اليوم عندك حلول كثيره ديفاسي الهجوم وعندك لاعبين يعرفوا كيفاش يشدوا الكره وكذا هذا هو الاحسن كما شوفوا برشلونه احسن مثال. اليوم درك بالماضي انه عنده لاعبين قادر على المبادره في الهجوم من الدقيقه الاولى لذلك ربما اشارك تشكيله بارك الله هذه اول مره عنده لاعبين قادرين على يلعبوا في الهجوم. نقولوا احسن دفاع هو الهجوم صحيح. حتى كي تكون عندك فريق سجل 5 ومن بعد انا شفنا النتيجه سجل 5 اوكيسينا بيت كما كنا قادرين ما نوكيسيش وبلا لا بروميير ميطو ما شفنا الحارس تاعنا ما شفناهش كاع ما شفناش الحارس ديالنا شوفوا والله كاميرا ما شفناش زعما دار تصديات تما هذا هو بتشوف هنا طريقه تقول انت كيفاش ما عندناش لعبنا بواحد وسط ميدان دفاعي وبلعب وبربعه مدافعين والفريق ما ينا با اونكيسي سورتو لا بريمير صحيح سي اللاعبين بريسك عندك لاعبين كانوا يشدوا الكره ويلحقوها شاك فوا يلحقوا البيت ادفيرس. واضح الفرق. امين تشوف انه تربص اكتوبر سيكون اخر حلقات بالماضي في مرحله البناء سيخرج نهائيا من هذه المرحله باختيار القائمه النهائيه التي سيشرع رفقتها في تصفيه المونديال والتحضير للكان المقبل. اكيد عماد استدعاء بعض اللاعبين الجدد كان تحضير لكاس افريقيا 2023 وحتى مباراة مصر المقبلة يوم الاثنين ستكون بمثابة المعيار الحقيقي بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي الذي قد يعتمد على لاعبين جدد وقد يتألقون وهو ما سيتيح له الكثير من الخيارات. قد يعتمد على بشير بلومي قد يقدم إضافة هذا اللاعب قد يعني يفتح له خيارات ولكن الأمر المؤكد زميلي عماد هو أن المكانة الأساسية في المنتخب الجزائري أصبحت غالية جدا خاصة في الخط الأمامي أين شاهدنا اليوم مستوى كبير. أظن أن تربص المنتخب الوطني تربص هذا التربص هو ناجح لأبعد الحدود في انتظار مباراة مصر. أنا جد متحمس لرؤية مباراة مصر مشاهدة مباراة مصر التي ستكون يعني اختبار حقيقي وجريء كما وصفه الناخب الوطني في الندوة الصحفية الأخيرة هو اختبار حقيقي لأن المنتخب الجزائري سيلعب مع توب 5 آخر في بعدما فاز على المنتخب السنغالي. جمال بلماضي يريد القول بأنه يريد الفوز أمام كل أكبر المنتخبات الإفريقية حاليا قبل دخول غمار المنافسة الإفريقية في جانفيير المقبل. فريد في الكواليس قلت كلمة احفظتها جيدا قلت الفوز على السنغال فضح المنتخب الوطني ووضعه في قائمة المرشحين للفوز بالنسخة المقبلة وضعه في شخصية البطل أيضا عندما تفوز على بطل النسخة. سنلعب أمام منتخب مصري هو وصيف بطل النسخة الفوز على المنتخب المصري ربما سيفضحنا أكثر سيضعنا ربما في الواجهة الحقيقية. والله ليس بالضرورة عماد مصر اليوم فازت بالكاد في الوقت بدل الضائع بعد 4 دقائق أمام زامبيا بهدف يتيم. شوف الأكيد أن كتيبة بلماضي إما أن تكون في مستواها وعندما تكون في مستواها لا يهم المنافس وإما أن نكون نعاني داخليين وهو ما حدث ربما في بعض اللقاءات التي خسرنا يعني بعدها التأشيرة التأهل إلى المونديال وما إلى ذلك. أنا أحدثك على هذا الناخب وهذا المنتخب. أنت طرحت سؤال مهم على نصر منذ قليل عندما تمتلك لاعبين من طراز عوار وقويري ومحرز وعمورة بالمستوى الذي رأيناه اليوم وزروقي الذي تحدث عنه أيضا الكثير يا عماد لا يجب اليوم يومنا يا عماد يجب أن نتحدث عن كل الذين كانوا يدكون بعض اللاعبين بملاحظات جارحة. معايا ناصر وفاروق شافوا زروقي ضد أتليتيكو لاعب من طراز جد عالي يا عماد. جمال بلماضي ربما كان يحارب في فينورد جيم 20 اجاكس 20 فينورد يعطيك الصحة ناصر خريج اجاكس عندما وضعناها على طاولة النقاش في بعض البلاطوهات الجزائرية
يعني حولناه الى خريج لا شيء، حولناه الى لاعب لا يصلح لمداعبة كرة القدم. جمال بالماضي حارب كل هؤلاء واصر على هذا اللاعب، وراينا يعني مردود هذا اللاعب اليوم، وسوف نرى ايضا مردود هذا اللاعب في قادم الايام. عندما تمتلك لاعبين من هذا الطراز يعطون لك الكثير من الحلول التكتيكية، يعني عندما تحاول أن تنوع في النهج التكتيكية وما إلى ذلك. أنت قلت أيضا منذ قليل بأن البعض يصف جمال بالمفلس تكتيكيا. يا يعني أنا أدعو جمال بالإكثار من الإفلاس التكتيكي لكي يفوز بالخماسيات والثلاثيات ويذهب إلى كأس إفريقيا بدون هزيمة ويكون أول منتخب على رأس كل المجموعات الإفريقية في تصفيات التأهيلية لكأس إفريقيا. إذا كان الرجل مفلس تكتيكيا وهو يتحصل على الفوز 36 من 56 مباراة، تخيل لو كان هذا الرجل ثري تكتيكيا، هل سوف كان يفوز بكأس ما بين الكواكب وليس كأس العالم؟ دعوكم من هذا الكلام. الرجل تفضل ناصر. تفضل تفضل تفضل. شوف الرجل عندما يمتلك لاعبين من طراز عالي أمين، منذ قليل أعطانا مكننا من بعض الإحصائيات. عندما يقول لك بأن اليوم غويري هو اللاعب 80 الذي أشركه هذا الناخب على مدار 5 سنوات، وكان البعض أيضا اليوم يومنا يا عماد، كان البعض أيضا يقول لك يا عماد، كان يقول لك بأن هذا الرجل كان يستدعي بعض اللاعبين ولا يشركهم. بالماضي هو الذي كان يعاني يعني هؤلاء اللاعبين في المباراة في التمارين التحضيرية. بالماضي هو الذي استدعى العديد من اللاعبين ولم يشركهم، لأن في عندما قارب المعاينة لاحظ بأن مستوى يعني هؤلاء اللاعبين لم يرقى إلى المنتخب الوطني ولم يشركهم. اليوم غويري في أول استدعاء أشركه. عوار عندما كان يعاني من الناحية البدنية أشركه كبديل. كمعلومة فريد لو تشاطرني الرأي، أنا ممكن ذكرة تخوني بعض الشيء، غويري ربما أول لاعب يستدعى إلى تربص المنتخب الوطني من بين لاعبي مزدوجي الجنسية طبعا الذين أتوا في الفترة الأخيرة، الذي يشارك كأساسي من أول لقاء للمنتخب الوطني. لا حتى أيت نوري أظن، حتى أيت نوري هنا مع النيجر. لذلك عندما يستدعي جمال بالماضي لاعبين من طراز عالي، هو 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 ليس مجنون ان يستدعي لاعب يعطيه مفاتيح الفوز في المباراة ولا يشركه ويعود الى ادراجه. كرة القدم لما يكون عندك مستوى عالي وعالمي كما غويري، ربما اشراك غويري جه سهل للناخب الوطني، لانه كاين عوار، كاين عطال، كاين لاعبين لعبوا مع هذا اللاعب. لذلك شوف، لذلك تلك الملاحظات السلبية والهدامة التي كانت تقول بان الرجل كان يستدعي اللاعبين ولا يشركهم، وكان الرجل مصاب بهوس استدعاء اللاعبين وعدم اشراكهم، هذه ليست من مهام بالماضي. بالماضي عندما يستدعي لاعب يضعه تحت المراقبة القريبة، يشاهده في التمارين في التربص، يلاحظ بأن ذلك اللاعب لا يستطيع أن يرقى لأن يكون أساسي أو حتى بديل يعني يلفت النظر عنه. لكن عندما يستدعي لاعبين من طراز عالي لاحظنا أنه يشركهم في أول لقاء، ويعني هؤلاء اللاعبين يردون يعني الصاع صاعين بالماضي في أول لقاء. أيضا اليوم ما أداه غويري في المباراة اتضح بأن يعني اللاعب الذي انتظرناه 3-4 سنوات يستحق أن ننتظره كل هذه المدة. عوار أيضا يعني بوعناني أيضا شايبي أيضا، عندما تمتلك هذه النخبة من نخب النخب في التكوين الفرنسي، تأكد بأن حتى من رحمة بعد دخول تاعو حتى استدعاء هؤلاء في وقت ربما يراها البعض أنه متأخر، لأن كأس إفريقيا على الأبواب وتصفيات كأس العالم على الأبواب، ورغم ذلك أتى غويري وعوار. كنا يعني نتمنى أن تكون هذه الإضافة منذ سنة أو سنتين، حتى وهم يأتون متأخرين ربما تأكد بأن التكوين الجيد في مراكز التكوين الفرنسية يسهل عملية الاندماج في المجموعة. اليوم غويري وكأنه لعب مع عوار ومحرز منذ 20 سنة. صحيح أخ فارق. لا فارق اسمح لي برك يا عماد، كاين تكلمنا على غويري، تكلمنا على عوار، تكلمنا على عمورة هجومي، ما تكلمناش على رياض محرز. رياض محرز اليوم اللي مد 2 اسيست، ما يظهرش كثير هذا اللاعب، لكنه يقدم الإضافة في الوقت اللازم. الهدف الأول لعمورة ومد اسيست للزروق على الطريقة البرازيلية، شكي كأنه في حصة تدريبية لازم نضرب كل ساعة، وكل ما عنده الكرة رياض حتى ولو
لكن كل ما عندك كاين خطوره دير خطوره صح كاين اسيست او فرصه هدف لازم نتكلموا اللي بلي هذا القيمه تاع في هاد الشباب هذا تاع رياض محرز راح يكون ما يظهرش كثير لكنه يظهر في الوقت اللازم لكن كل ما تكون عنده كره راح تكون فرصه هدف خطر على مرمى الخصم رياض محرز اكيد اللاعب هذا يطلع لك الريت كيما يحس سا ديبون دي ماتش اليوم شاوين اللي يقدر يطلع لك الريت هذا اللاعب هذا اليوم احنا نقدروا نقولوا بلي يلعب ب 50 60 ماكس غدوه تشوف في مقابلات وين تلقى تشوف انوتر بالك الناس اللي قتلوه قال لك راح للسعوديه بالك انا شفت المقابله الاخيره ديالو في كل شيء في الاتحاد شفت انا محرز كونتر ماشي عباك الاتحاد والاهلي الاهلي اللي كيب دربي ولاعبين مستوى فري عالي شوف كيفاش كان هذاك الكومونتاتور حتى قال تخلع محرز وكي نولي واش كان يقول فريد على اللاعبين المدرب كي يستدعي لاعبين جدد يكونوا في الدكه مي دي فوا المدرب كي تشوف لاعبين اللي عنده هذاك لا كونفيونس ثقه ياك ثقه تاع اللاعب وانت تعرف لا كاليتي تاع لو جوار هذا اكيد يكون يلعب يدخل كيما تيتولار يدخل مع ال11 عادي لاعبين وراو مع كيما يقول لك راو في العائله ديالهم مش راح يدخل هذا او لاعبين كاين لاعبين اللي لعب معاهم ولاعبين كاين لاعبين اللي بالك تلاقى لعب كونتر عليهم تما لاعب هذا يدخل بكل مي كاين دي جوار وين يفو با تبريزي تدخلوا ان جوار اللي ما عندوش هذيك لا كونفيونس وكذا تدخلوا في مقابلات فريق وطني قدام جمهور غافل ما يكونش الاز يجوز اكوتي الناس ما ترحموش فاروق كمعلومه رياض محرز اليوم تجاوز البرتغالي برونو فرنانديز والمصري محمد صلاح ويصبح اكثر لاعب في العالم صنع للاهداف في عام 2023 بواقع 19 ناقص ما تقدرش تهضر دوكا على بالك من بعد يجوز ماتش يقول لك محرز هذا علاش ما ديفو ما عباك الفوتبول هذايا ما تقدرش لازم علاش قلت لك كي تكون داخل تيرا تعرف كلش باش نهضروا نقول محرز علاش ولا فلان علاش ولا عمورا قصير علاش عيط له يلعب وحنا مع لي زونفريكا 93 كاش من هادي انا نشوفه في لو نيفو دي جوا 1.60 مي اليوم في الرواق واش دعم الجمال من احسن دوك في لو موند اونتي واش يصنع الفارق الرواق الاظهره سي حنا عندنا محرز لي با رابيد مي افيك بالون لي رابيد وعندك اليوم ان جوار كيما هدايا عموره اللي يروح الله يبارك وربي بعد عليه العين ان شاء الله ويروح بعيد ماذا بينا باسكو لاعب اللي جا من فارق ما نبداوش ملي جا فارق جيجل وبعد صيف كذا صافي بليزير نهضروا على محرز تربى في كيما يقول لك في لي سون دو فورماسيون لو هافر فرونسي مي هذا اللاعب عباك منين جا بالك مسكين كان يلحق وين نهار وين ما كاش وين يرقد كي كيلعب في اليوم انا نشوفوا هذا نفرحوا بهذا اللاعب هذا ولا يتجاوز اللاعبين تي وهذاك ومازال ياخذ سريع وهذا هو الفرق اللي يديروه دوكا اللاعبين كيما راهو يدير دوكا ديمبيلي ولا يدير كذا ماشي هذاك جوا اللي نوسير تب سونتر تب باس هذا هو الفرق اون بليس كيما يقول لك السيد هذا جوا اليوم شفناه ديفون اكثر من اللي بالك الديفون الى طاح هذا العامل هذا ما تشوفوش عند كاع وهذه هي بالخدمه تاع المدرب هذو لي كونسيل تاع المدرب سينو علاش نقولوا المدرب ماشي غير تاكتيك كاين دي كيما يقول لك محادثات يعني كومينيكاسيون بين اللاعب يمد نصائح لبعض اللاعبين ماهمش داخلين بالك في انت تشوفها ماشي تاكتيك بصح يمد له دي كونسيل فردية يعني هادوما الناس ماشي يشوفوا غير لا تاكتيك 4 4 2 ولا 4 1 4 1 نو مي كاين وين اللي يقدر يمد له اللاعب هذا ارشادات وين اللاعب هذا يديرهم سي كراسا وكوتش واضح فاروق برك ننصح الفاروق بحز لم يتخرج من اي مركز تكوينه اي معليش حنا نقولوا تماك شي مركز تكوينه بعد لعب في ان كلوب اللي سي فورماتور لو هاف وين مي احنا نهضروا بلاعب اللي منا يروح من الجزائر موهبه هو عطال ولا تاع بارادو داروا شويه مي ان جوا اللي يجي من كلوب هكذا منين جا نقولوا خدم وتعب والحق على شاكلة سليماني مش راه قال اسلام اذا تزامن ولقاء المنتخب الوطني امام الراس الاخضر قرعه كاس امم افريقيا 2023 بكوت ديفوار مطلع العام المقبل القرعه اسفرت عن مجموعات متوازنه المنتخب
الوطني في المجموعة الرابعة في مواجهة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنغولا. الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم بعد المباراة كانت له تصريحات بخصوص نتائج هذه القرعة، نستمع سويا لما قاله الناخب الوطني جمال بلماضي بخصوص القرعة. Donc le tirage, je l'ai dit tout à l'heure à la télévision nationale, il y a aucune petite équipe maintenant. C'est très très clair là-dessus, très très clair. Hein, on le voit à chaque date FIFA, des soi-disant petites équipes qui mènent la vie dure aux soi-disant grosses équipes aussi, aux grosses nations du football. Donc on va bien sûr étudier toutes ces équipes-là. On sait que le Burkina Faso c'est une équipe plus que solide et plus que sérieuse. Mais toutes les équipes, franchement, toutes les équipes progressent, toutes les équipes sont à craindre, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Par exemple, le Mozambique n'a perdu que 15-0, par exemple, chez eux, contre le Sénégal. Donc voilà, encore une référence. Il y en a toutes les dates FIFA. Donc, on va bien se préparer, prendre au sérieux tout le monde, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Ça, c'est le moins qu'on puisse faire. كانت هذه تصريحات جمال بالماضي بخصوص نتائج القرعة. أمين، أعطينا رأيك في هذه القرعة، بوركينا فاسو، موريتانيا وأنغولا. المنتخب الوطني سيواجه أنغولا يوم 15 جونفي على الساعة 8، بعدها مواجهة بوركينا فاسو في المباراة الثانية 20 جونفي على الساعة 2 بعد الظهر، الجزائر موريتانيا المباراة الثالثة 23 جونفي على الساعة 8. شخصيا عماد استنجد بتصريحات جمال بالماضي في هذا الخصوص، قال بصريح العبارة أنه لا توجد أي مباراة سهلة ولا يوجد أي منتخب صغير. أفضل الاستنجاد أيضا عماد ببعض الأرقام المتعلقة بمنافسي الخضر. بوركينا فاسو شاركت عماد في 12 مرة في كأس أمم إفريقيا، أفضل حصيلة كانت في نهائي 2013 عندما شاركت في نهائي ونصف نهائي 1998، 2017 و 2021. يعني المنتخب بوركينا فاسو وصل لثلاث مرات للنصف النهائي. تاريخ المواجهات مع بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا كان في 96 عندما فازت الجزائر 2-0 و 98 عندما فازت بوركينا فاسو ب2-1. المنتخب الأنغولي شارك في 8 مرات عماد في كأس أمم إفريقيا، أفضل حصيلة كانت في 2008 في ربع النهائي و2010. تاريخ المواجهات مع المنتخب الأنغولي كان في 2010 عندما تعادل المنتخب الجزائري مع المنتخب الأنغولي 0-0 في مباراة كانت يتذكرها الجميع 2010 لواندا. نعم، وبالنسبة للمنتخب الموريتاني هو منتخب يعني لم يظهر كثيرا في منافسة كأس أمم إفريقيا، تأهل للمرة الثالثة تواليا، وهو ما يؤكد أن هذا المنتخب في منحة تصاعدي ونسق تصاعدي، وهذا ما أكده الناخب الوطني في تصريحاته. تاريخ المواجهات مع المنتخب الموريتاني كانت في تصفيات 86 بفوز الجزائر ذهابا 4-0 وإيابا 1-1 لمثله. كل هذه المعطيات عماد تؤكد أن منافسة كأس أمم إفريقيا لا يوجد فيها منتخب ضعيف ولا يوجد فيها منتخب صغير. كما قلنا أيضا أن المنتخب الجزائري خرج من الدور الأول في النسخة الأخيرة، وقبل ذلك كنا نقول أن المنتخب الجزائري قادر على الوصول للنهائي وهو مرشح للفوز وكذا. كل هذه الأمور عماد يجب تجنبها في المنافسة المقبلة، يجب مواصلة العمل، يجب اكتشاف اللاعبين، يجب العمل أيضا على المستوى الدفاعي أيضا قبل الدخول في منافسة كأس أمم إفريقيا. ويدرك أيضا أن جمال بلماضي يدرك جيدا جمال بلماضي أن الأمور لن تكون سهلة. فريد، جمال بلماضي قال في الندوة الصحفية: الجميع يطالبني بكأس إفريقيا حتى من طرف عائلتي، وأعيش ضغط قوي في الأيام الأخيرة. شوف، أول ملاحظة، يبدو أننا يعني كمتتبعين ومحللين يبدو وكأننا تلاميذ غير نجباء. الدرس الإفريقي قال لنا منذ أكثر من 20 سنة بأنه لم يعد هناك منتخب صغير ومنتخب كبير، والتجارب أثبتت ذلك. ربما الوحيدين في إفريقيا الذين يتحدثون بهذا المنطق هو المحلل الجزائري والمتابع الجزائري والصحفي الجزائري. لذلك ليس هناك منتخب صغير ومنتخب كبير، هناك نهائيات
والدليل اخر يعني تجربه لنا في كاس افريقيا لم نخرج من الدور الاول امام الكاميرون او كوت ديفوار او مصر او السنغال، خرجنا يعني من الدور الاول امام يعني منافسين يعني على الاقل على الورق لم يكونوا بذلك المستوى الذي تخيلناه. هذه اول ملاحظه. ثاني ملاحظه، الذي يتحدث ربما على بوركينا فاسو وكانها هي التي سوف تشكل عائق بالنسبة للمنتخب الجزائري، أذكرهم بأن منافس الجزائر اليوم منافس الخضر اللي هو الرأس الأخضر فاز على بوركينا فاسو بثلاث أهداف مقابل هدف، ولو أن في كرة القدم فاروق وناصر يدركان بأن ليست هناك مباراة تشبه مباراة أخرى، لكن هذا في ميزان كرة القدم مهم جدا. المنافس الذي صفعناه بخماسية اليوم أطاح ببوركينا فاسو بثلاث أهداف كاملة، لذلك ليست بوركينا فاسو التي تبارت معنا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، المستويات ترتقي وتضمحل ويعني تنزل وما إلى ذلك. ملاحظة أخرى، البعض يتحدث على القرعة وعلى مستويات المجموعة التي وقعنا فيها، أنا أحدثك على شيء آخر. رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي كان متواجد في كوت ديفوار وحضر القرعة، تدري لماذا؟ فضل عدم الذهاب إلى قسنطينة وأخذ صور في قسنطينة كملعب جميل، تحاشى هذا المكان وذهب مباشرة إلى كوت ديفوار. أعود إلى من زيوريخ إلى أبيج، أعود إلى اللقاء الذي جمع الرجلان، الذي جمع وليد صادي بجمال بلماضي، اتفق خلال ذلك اللقاء على ضرورة الانتشار، الناخب يذهب بكتيبته إلى قسنطينة للمباراة، ورئيس الفيدرالية يذهب من زوريخ إلى أبيجو لحضور القرعة، ليس أيضا كحضور للحضور، الرجل في تنسيق مع جمال بلماضي مباشرة بعد الإعلان عن المجموعة التي وقعت فيها الجزائر، انطلق وليد صادي في ربط العلاقات ليبحث عن رؤساء فيدراليات بعض المنتخبات لكي يبرمج بعض اللقاءات الودية للناخب الوطني في صورة الفرق أو المنتخبات التي يعني أوقعتنا فيها القرعة. وأعطيك معلومة أخرى، الرجل يعمل على المشاركة في دورة دولية إفريقية مع منتخب كبير سوف يحتضن تلك الدورة، وسوف تكون الجزائر حاضرة بنسبة كبيرة في هذه الدورة ليمكن توقيت. هذا هو الأهم. إيه. هذا هو الأهم. توقيت فريد. توقيت يعني بعد مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم. صومال. وأيضا اتفق الوليد مع جمال، اتفق على اختيار البلد الذي سوف يحتضن التربص الأخير قبيل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا، ووعد رئيس الفيدرالية الناخب الوطني بأن ما عليه إلا أن يشير على هذا البلد أو ذاك ليوفر له كل الإمكانيات بالمباريات الودية. واليوم وليد صادي وهو متواجد في أبيجو ربط العلاقات مع رؤساء الفيدراليات التي سوف يختارها جمال لكي نتبارى وفق أسلوب اللعب. أنغولا لا تشبه موريتانيا، وموريتانيا لا تشبه بوركينا فاسو. سوف نحاول البحث عن منافسين لنتبارى معهم في هذا السياق، سياق برتغالي بالنسبة لأنغولا، سياق يعني بالنسبة لبوركينا فاسو، وسياق آخر بالنسبة لموريتانيا. بهذه الأمور وبهذه التفاصيل المفصلية نستطيع أن ندفع بهذا المنتخب لكي يكون في أحسن حالة قبيل انطلاق كأس إفريقيا في أبيجو. نصر بويش، تابعت ما قاله فريد، أني حاب أتعقب عليه لما نتحدث عن دورة كروية أخرى بعيدا عن تربصات المنتخب الوطني. جمال بلماضي اليوم في تصريح ثاني ربما سيحدث بعض ردود الأفعال، هذا التصريح قال: لما جئت للمنتخب الوطني كانت خزانة الألقاب فارغة وليس لدينا تقاليد الفوز بالألقاب. لما اول لازم نقولها بكل صراحه، انك تفوز بكاس افريقيا من خارج، اول كاس فزنا بها هنا بالجزائر، من بعد انا شخصيا كلاعب فاروق شاركنا في عده نفسات نهائيه، من الصعب انك تعود بلقب من خارج الوطن. نظن انه كاس اللي عدنا بها من مصر نقول عطت صوره اخرى للكره الجزائريه، جعلت الجزائر من ربما احسن المنتخبات في افريقيا. كنا
كلنا كنا نحلم ان نمشيو الى كاس العالم، ما مشيناش، هذه هي كره القدم. لكن اليوم خزينه الالقاب، شفنا ربما من بعد كان فيه لقب تاع في نفس المشوار، يعني لقب تاع كاس العرب. نظن اليوم جبل بالماضي اتى بعقليه جديده كما نقولوا، هي عقليه الالقاب والفوز و لا كوميونيون مع الجمهور الجزائري الرياضي كره القدم. نظن يعطيه الصحه وربي ان شاء الله يسهل له في المهمه تاعو اللي حتكون صعبه، لانه اليوم ما نقدروش. اليوم الكان هذه او كاس افريقيا اخذت اصبحت من اصعب المنافسات في العالم، لازم نقولها اصعب من كاس العالم. لما تمشي انت راك تلعب، علاش نقولوا من الصعب اليوم راك تلعب في كوت ديفوار، الظروف راه كما كنا نهضروا مع فاروق، الظروف راح تكون صعبه، ما كاش ما في فيها اشياء ما نقدروش نتكلموا عليها هنا في البلاطوات، لكن فيها اشياء ربما مثلا لا يحس بها غير اللاعب، ربما هذاك النهار هذاك في يوم اللقاء ربما فهمت كيفاش افريقيا هكذا، ربما راح ما نحبش نتكلم على اشياء راح تكون حراره، راح تكون امطار ربما، على بالك في افريقيا لما تسقط امطار على بالك ربما الكره، لكن البعض يقول لك الظروف المناخيه علينا على المنتخب الوطني ولا لا. شوف انا مانيش نحب هذا الكلام باسكو عشنا احنا مانيش نحب نتكلم، انا نسيتها، لكن فيها ظروف حساسه يعني ما تحس بها غير اللاعب ولا الناخب الوطني، هو اللي راح يحس بها لو جورجي. لكن انا الاهم انا نقول حتى ولو منافسه صعبه ظروف صعبه، لكن انا كي شفت الرزنامه تلعب تبدا بلونغولا من بعد بوركينا فاسو من بعد موريتانيا، فيه اشارات انه ان شاء الله نجوزوا هذا الدور الاول ان شاء الله بهذا الجيل هذا بهذا اللاعبين اللي شفناهم اليوم نجوزوا الدور الاول ومن بعد كل شيء ممكن. انا ليا لما نمروا الى الدور الثاني على الاقل هذا الشباب هذا على الاقل نصف النهائي. ترشح وصلنا للختام، ترشح المنتخب الوطني للفوز باللقب؟ انا نقول نفوزوا بها نفوزوا بهذا الكاس، علاش في مصر وحين ما كان يامن بهذا الجيل هذايا الممتاز عندنا حظوظ كبيره انه على الاقل نمشيو الى النصف النهائي. فاروق في عجاله، المنتخب الوطني اليوم مع منتخبات، عندما نتحدث عن التصنيفات انتم كلاعبين ربما ما تحبوش تتحدثوا كثير على التصنيفات، بوركينا فاسو في المستوى الثاني، انغولا في المستوى الثالث، وموريتانيا في المستوى الرابع. اليوم المنتخب الوطني بعد سلسله من الانتصارات تعادلات مستوى ربما في بعض الاحيان مرتفع في بعض الاحيان متوسط، كيف ترى المنتخب الوطني؟ كيف ترشح المنتخب الوطني في الدوره؟ دونك حنا تكون لاعب وتكون سيغ تيران سي تبدا ماتش با ماتش، انت راح تدخل البطوله هذه، راح تدخل المقابله الاولى مع لونغولا المدرب واللاعبين راح يشوفوا روحهم ويشوفوا يقيموا روحهم من كل الظروف، ما من المناخيه ما من المستوى تاع الفريق اللي يلعب، ومن بعد نبداو ماتش ماتش. اليوم تلعب انغولا، غدوه تلعب موريتانيا، بخي عندك سيني البوركينا، تشوف انت تقيم المدرب راح يقيم هذو المقابلات، وان شاء الله نكونوا نجوزوا هذا الدور هذا. ابخي سي لي ماتش كيما يقول لك هذوك اليميناسيون ديريكت، هذوك اللاعبين حنا عندنا لاعبين كل شيء ممكن، وعندنا حنا العزيمه تاع الجزائري سي سبيسيال، حنا كلاعبين كنا في الفرق كي نلعبوا هكذايا هذوك ماتش اليميناسيون ديريكت ندخلوا بواحد كي انا حنا جزنا عليها لاني باسي جياسكا في البطوله كيفاش كنا، بصح كي نروحوا لكاس افريقيا فريق اخر كونتر الوداد ولا كذا، اللاعب الجزائري والجزائري يحب التحدي، يحب هذو المقابلات هذوما، وان شاء الله قلت لك صارت توجور في كوب دافريك فيها المفاجات، فيها فرق كبيره وكلهم انا نقول كبيره بالاسم، وكاين الفرق هذوما ما نحقروا حتى فريق باسكو كاين عامل المناخ تحب ولا تكرا، حنا نكون كاين الناس بالك عالم المناخ ما في لاميريك لاتين، فلاميريك لاتين كاين ام بي وين تروح البرازيل تروح الارجنتين بديغو تروح بميسي تخسر سي لا بوليفي سي 3 ميلي كذا تخسر بخمسه تخسر كذا سي هذه عامل اللي ما تقدرش هذه احنا ما نحكموش فيه. لعبنا احنا افريقيا في الفرق ولا فريق وطني شيء صعيب شويه
فو با دوك حنا نقولوا نو نتخبى نو سي حاجه صعيبه هذه سي اوما ماشي حاجه تحكم فيها ابار ولا تاخذ منشطات والمنشطات راهي ممنوعه هذا واش نقدر نقول لك وحنا باسكو حنا ما عندناش لا حنا افريقيا لاعبين تقول لي سيدو ماني عايش في قدام ما يلعب بون اوروب ولا اندروكبا هادو اللاعبين عاشوا في المناخ هذاك ويتقلموا فيه فاسيلمون بار كونت حنا اللاعبين ديالنا كاع كلهم يجوا من البطولات الاوروبيه ولاعبين اوروبيا جايين كيما زايدين في اوروبا المناخ هذا حيلعب دور ان شاء الله حنا ديناها في مصر ما ديناهاش في كوت ديفوار ولا في المالي باسكو سي ديفيسيل ان شاء الله نتمناو حنا بهذه اللاعبين بالك في المقابلات اللي تلعبهم وتروح تلعب منافسه افريقيه اللي تقعد تماك ان شاء الله مع الوقت ولا كما قال الاخ فريد ان شاء الله هذا الرئيس صادي المقابلات قبل كاس افريقيا يكونوا مقابلات ما في افريقيا ما فيهاش عيب نروحوا نلعبوا في افريقيا خلينا نروحوا بورت 48 62 نلعبوا نتاقلموا شويه واللاعبين يجوا ونعاودوا نوليو هذا ما كان ان شاء الله كاين لي موايا كاين لي موايا ميم تروح لي زوتيل ساكيت واتحب لي بالاس كاين في افريقيا دوكا لي تيران تسقموا بالابور زمان ولا فوق تناصر ولا حنا لحقنا لي تيران مي دوكا تلعب ميم تلعب تروح تلعب في المالي وتلعب في السينيغال وتلعب في دي تيران واضح لي نوم اوروبيان كلش بيان ان شاء الله ان شاء الله هذا يخلوا الفريق يخلوا الرئيس الجديد يخدم يخلوهم كاع يخلوا كاع المحيط يخدم حنا زياده فينا وكاع انتم تشاركوا وحنا نشاركوا هكذا من البعيد وان شاء الله نفرحوا المقتش خلاص كوب دافريك في نهايه جونفي اي خلاص جونفي مع الشتاء هكذا نخرجوا ان شاء الله ان شاء الله شوف فاروق شكرا جزيلا لك اليوم استمتعنا بزاف معك ان شاء الله ما تكونش المره الاخرى اه ما كاش ونجيو مور كاس افريقيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع عاود فريد وناصر والعائله والفاميليا خلاص مع الفاميليا صحاب ناصر فاميليا واش شكرا جزيلا لك فاروق بالقايد شكرا جزيلا لك ناصر بويش ربي يحفظكم شكرا جزيلا لك امين فريد كالعاده كلمه اخيره والله قبل الكلمه انا بودي اذكر فقط عندما جاء جمال بالماضي كان المنتخب الوطني في المرتبه 13 افريقيا عندما يتسيد اليوم المجموعه ويقع في هذه القرعة هذا بفضل هذا المجهود الذي دام 5 سنوات أذكرك أيضا بأن كأس إفريقيا مثلما قال ناصر هي أصعب الكؤوس على في القارات الخمس لصعوبة التضاريس والحكام والميادين وما إلى ذلك في الأخير يا عماد أقول لك بأننا أيضا بدأنا نتبارى وديا مع الأفارقة هذا أمر جديد لم يكن في تاريخ المنتخب الوطني اليوم نشاهد مباريات مع منتخبات إفريقية وهذا شيء جميل في نهاية المطاف أقول عدنا إلى هذا الاستوديو هذا ملعب تشاكر بالنسبة للمنتخب نجاح حققناها كاملة طيب اليوم جمال بالماضي يعني استطاع أن يؤدي مباراة في القمة لثراء التشكيلة اليوم نحن أيضا اظن بان النقاش كان جد مرض يعني رفيع لثراء هذه التشكيله ناصر وفاروق قمه يعني حتى امين وانت عماد في الاخير يا عماد من حيث انطلقت سوف اختم اقول لك يا عماد سنعيش صقور طائرين وسنموت اسودا شامخين وكلنا للوطن وكلنا فلسطينيين يا عماد ان شاء الله ان شاء الله النصر لاخواننا في فلسطين شكرا جزيلا لكم الحضور بحضور فاروق بالقايده شكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا على طيب الاصغاء والمتابعه نضرب لكم موعدنا الاثنين المقبل ان شاء الله سلام